حسين لورا مرة تانية انطلاق عرضية عالية خطير 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 خطير, خطير. بس اتعملت له ده ودرجات والمباراة بالك هنشوفها مرة تانية. ادي الجميلة ده حسين الشحات ده حمدي فتحي يا لعيب يا حمدي يا لعيب يا حمدي يا فتحي يا لعيب يا كهربا يا لعيب يا حسين يا شحات يا سلام عليك كده اداؤه وكورته فيها شيء. والهدف اللي جابه كهربا ادي حمدي فتحي 50 مش عايز اقول 60 ادي حمدي مره تانية اهي والهدف ورينا ايه مين ال 50 ده مين ال 50 ده ورينا يا ابني دي بعديه لكن حلوه 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 اللمسه فين والتاني صعبه 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 يا عيني على خالد عبد الفتاح حد الصفقات الرائعه للاهلي الحقيقه يعني من ناحيه شمال عايز عد خطير 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 هوبا يا راجل ده انت بتقول لي الكولر اقعد عد حلوه حلوه جميله بس فيها تسلل ما فيهاش نشوف لا ما فيهاش ما فيهاش ما فيهاش عدى حلوه قوي قوي من ناحيه شمال مين بقى ده حمدي فتحي هو وادي علي معلول وهوبا يخرب عقلك يا راجل يخرب